السلام عليكم وسهلا بكل السادة المشاهدين متابعينا في كل مكان. يا رب النهاردة تكون كلنا بخير وصحة وسعادة. هنعمل النهاردة أكل إيه؟ أكل مصري بحت. هنعمل النهاردة أحلى ملوخية نعملها بطريقة جميلة جدا، مش هقول طريقة جديدة، الطريقة اللي احنا متعودين اللي احنا نعملها في كل بيت. بجانب عندي فرخة كده أكبر من الكتكوت شوية، وزنها 1200 جرام، هنعملها بطريقة حلوة جدا شواية، هنعملها في الفرن، هنحطها على الشبكة على أساس تدينا علامات، وفي نفس الوقت هيكون شكلها وتستها جميل. الدريس اللي احنا نعمله ليها أو البهارات بتاعتنا جميلة جدا. بجانب طالما احنا قلنا ملوخية وقلنا فراخ، لازم يكون جنبها رز أساسي، ممكن نعمله رز أبيض أو ممكن رز بالشعرية. يبقى المنيو بتاعنا عبارة عن ايه النهاردة؟ عندنا فراخ شوية نعملها بطريقة جميلة جدا، عندي كمان أحلى ملوخية نعملها مع بعض، وعندي رز بالشعرية. يبقى ده المنيو بتاعنا اللي احنا هنشتغله دلوقتي زي ما احنا مش شايفينه على الشاشة. لا، الرز بتاعنا مش بالأعشاب، الرز بالشعرية. رز بالشعرية، فراخ بالأعشاب، أيوة، وعندي كمان ملوخية خضراء. تمام، زي الفل. هنبدأ أول حاجة الفراخ بالأعشاب. هتتعمل ازاي بالفراخ الاعشاب ديت؟ انا عندي الفرخه زي ما قلت لكم حوالي 1200 جرام، 1150 1200 جرام فرخه صغيره، عندي كمان زبده، عندي زعتر فريش، عندي ريحان، عندي روزماري، عندي توم باودر، بصل باودر، عندي بابريكا، عندي ملح، عندي فلفل اسود. فكره اللي احنا نعمل فراخ او نعمل لحوم واللي احنا نبشر بصلايه ونقطع توم وكلام زي ده مبقاش موجود في الوقت الحالي. فراخ اعملها شوايه فرن، او ممكن ادخلها احطها على الشوايه بتاعت الفحم. خلاص ننسى زي ما قلت لكم البصل اللي احنا نبشرها او نقطع بصلها معاها، ما بقاش فيه كلام زي ده. كل اللي احنا نعمله ايه؟ انا الانجريديان بتاعي كله عايز اعمل كده صوص جميل للفرخه بتاعتي. طبعا هي اساسها احنا قلنا اعشاب، واساسها قبل الاعشاب عندي الزبده، بمعنى ان الزبده هي اللي هتديني تيست جميل جدا. الزبده زي ما احنا مش شايفينها سايحه بالشكل ده، ده اللي انا محتاجه من الزبده على اساس اشوف بقيه المكونات بتاعتنا نعملها ازاي. كل الانجريديان بتاعنا هنبتدي اللي احنا نضيفه. انا يعني عندي فلفل اسود، عندي توم البودر، بجانب عندي بصل البودر، عندي كمان البابريكا، عندي ريحان فريش عاملينه كده بوحدة حباية بس مش أكتر من كده من اللوز، مع شوية زيت زيتون، أكتر من كده ما عنديش. كده ضفت كل الانجريديان بتاعي، ناقص لي شوية ملح، نضيف شوية ملح بالشكل ده. يبقى أنا كده ضفت عندي روزماري، عندي زعتر فريش، عندي بابريكا، بجانب كمان عندي صوص الريحان والزبدة الساحية اللي احنا عاملينها مع بعض، عندي الزيت، شوية زيت كده حلوين. هنشوف الفرخة ديت هنعملها ازاي. نضرب ده كله مع بعض. شايفين يا جماعة الخلطة نفسها شكلها عامل ازاي؟ كمية زبدة محترمة زي ما احنا مش شايفين، ده اللي هيديني تيست ولون جميل للفرخة اللي احنا هنعملها دلوقتي. الفرشة بتاعتي او بص نبتدي نعمل ازاي يا جماعه من جوه. انا خلاص حطيت الملح، حطيت كل البهارات بتاعتي الجافه، بجانب الزعتر فريش مع الكلام ده. ابتدي القلب من جوه اعمله بالشكل ده. احنا كنا ممكن نعملها بالرز، بس انا حابب ان الفرخه نفسها تكون مختلفه عن اللي احنا عملناه. ندي لها كده من بره، نعملها مساج والورك والظهر، كل حته فيها توصل لها البهارات اللي احنا عاملينها. الزبده يا جماعه اللي هتخليها تبقى يعتبر احنا نمسك الفرخه ممكن تنزل من ايدينا كده، ايه، هتتسلت زي ما بيقولوا. الزبده احنا عارفينها بتسهل لو احنا حطينا على اللحمه او على الفراخ، بيطر الفرخه او بيطر اللحمه، فهتخليها جميله جدا. شايفين يا جماعة ده اللي انا عايزه او ده اللي انا محتاجه. نقلب كده،
الجلد مع اللحم مع كل حاجة، نبتدي اللي احنا كده تمام زي الفل. نتأكد بس ان البطن من جوه كده كله تمام. كده تمام ومش محتاج البولة ديت في حاجة. كل انا اعمله عندي حاجتين انا ممكن اقدر اعملهم، وكان عندي كمان اقتراح تاني ان انا ممكن اقدر اقدم الفرخة ديت بما اني كده كده عندي الملوخية، كنت ممكن اقطع شوية خضار لو عندي جزراية بطاطساية حتى بتنجانية، ممكن اقطع كل الخضار دوت واضيف عليه شوية فلفل ونخليه في الصينية من تحت، ونخلي ديت على الشبكة من فوق. الدريس اللي هينزل او الصوص اللي هينزل هينزل على الخضار بتاعنا هيسويها، هيبقى طعمه جميل جدا. نقدر نقدمه جنب رز بالشعرية لو احنا حابين خضار بصوص الفراخ او بصوص الزبدة والاعشاب، ناكله جنب الرز مع الفراخ، وممكن في نفس الوقت ناكله جنب الملوخية لو احنا حابين. انا بقول لكم طريقة تانية لو احنا حابين نشتغل ده او نقدر نشتغل ده. كل انا اعمله الفرخة بتاعتي دي تحطها على شبكة من فوق على درجة حرارة 180، هنخليها دي بالظبط حوالي 35 دقيقة ونقدمها نشوف في الشكل بتاعها يكون عامل ازاي. الصوص اللي طلع ده انا هخليه على اساس ان انا ممكن ان انا احتاج اديها تقليبة كده او اديها بالفرشة بتاعتي على اساس الصوص لما ينزل منه نبتدي اللي احنا نعوضه بشوية من اللي احنا عاملينه. عندي دلوقتي هنحط على النار هادية الرز بالشعرية، نعمله بطريقة يعتبر احنا عارفينها كلنا مش جديدة بالنسبة لنا. المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه؟ الرز بالشعرية عندي نص كيلو من الرز بجانب عندي الشعرية. كل اللي انا هعمله عندي المية الدافية زي ما احنا مش شايفينها والمية سخنة مولعة نار على النار، وعندي شوية ملح. ماشي، نشيل المقادير. لا لا ما تقلقيش، تمام. الرز بقى على نار هادية زي ما قلت لكم. هنبتدي نشتغل ازاي الشعرية، هنبتدي نقلبها براحتنا خالص، ناخد وقت مش مستعجلين على حاجة، لسه الفرخة قدامها حوالي من 35 او 40 دقيقة، فنخليها براحتها ونشغل الرز براحتنا. بجانب احنا عارفين الملوخية اقل حاجة بتاخد لها من 8 دقايق ل 10 دقايق، فهنشتغل بكل اريحية واحنا شغالين. عندي الحلة اخد بس درجة الحرارة بتاعتها، وبعد كده نبتدي نعمل ايه الشعرية. بالنسبة لي ابتدي ان انا اخدها بلانشي، احمرها تاخد لون معايا، بعد ما تاخد لون معايا ابتدي انزل بالرز ونقلبه مع بعض. مش حابب ان انا اضيف مرق الدجاج، كل اللي انا هضيفه عندي شوية الملح اللي موجودين عندي مع المويه الدافيه، ونخلي الرز براحته خالص على النار. الزبده ننزلها زي ما احنا مش شايفين. لو انا حبيت ان انا اضيف مع الزبده شويه زيت مش هتخسر معانا في حاجه، ناخد كده شويه زبده او عندي سمنه ممكن اشتغل بيها، يعني متوفر عندي اقدر اشتغل بيه. نسيحها كده بالشكل ده ونخلي ده على جنب. طبعا الكمية بتاعت الشعرية بيكون أقل من الرز بكتير، يعني ممكن يكون 150 جرام من الشعرية على 500 جرام من الرز. تفتكروا قبل كده عملت ملوخية كانت من الوادي الجديد، كنت عاملها مع بط، كنت عاملها بالطماطم. عايز افتكر بس كان اسمها ايه، كانت ملوخية عايز اتذكر اسمها ليه. كانت الملوخية كنت عاملها بالطماطم. كان الكلام ده من ممكن من حوالي سنة او اكتر. طيب تمام، عندي خلاص كده خدت درجة الحرارة، انزل بس بشوية زيت صغيرين. سامعين يا جماعة صوت
الفرن، الفراخ طبعا عمالة ايه مع الزبدة. عايز ابص بس عليها سريعا كده. لونها ابتدى يقول انا ابتديت اتغير اهو كده. تمام، انزل بالشعرية كمية زي ما قلت لكم 100 جرام او 150 جرام من الشعرية، مش اكتر من كده. عندي زي ما قلت لكم المية السخنة بالنسبة لي على النار، نبتدي نقلب. طبعا الرز بالشعرية بس بياخد وقت، مجرد ان انا بقلب الشعرية لحد ما تاخد لون، انما اي رز تاني بنيجي نعمله ما بياخدش اكتر من حوالي 3 دقايق في التجهيز بتاعه. طبعا احنا عارفين ان الرز مش بنضيف عليه بهارات، غير طبعا الرز لو احنا حابين نعمل رز المندي او البرياني، ده بياخد بهارات كتير، انما الرز اللي احنا بنعمله الطبيعي مش بنبهره، احنا متعودين على طعمه كده. نخلي الشعرية كده على النار هادية، ممكن ندي كده فرشة كده بسيطة للفراخ بتاعتنا. بصوا يا جماعة لون عامل ازاي، لو الكاميرا تبقى جايباها ابتدى لونها من فوق ابتدى يتشمع معايا، فكل انا هعمله ماشي، شايفين لونها ابتدى يتغير معايا ازاي، كل انا هعمله عشان ما تنشفش معايا من فوق ابتدي بالشكل ده، ابتدي اعمل كده وندخلها تاني على اساس تفضل معانا لينة. وفي نفس الوقت بصوا البطن بتاعها من جوه ابتدت الزبدة تغلي من جوه، فالسوا بتاعها عايز اقول لكم هيكون جميل جدا. دي طبعا انا عاملها الاستاذ وليد بما ان عامل دايت، فجايب له فرخة صغيرة على قده. ما هي فرخة صغيرة يا جماعة تنفع. طيب تمام، الشعرية كده نقلبها بالشكل ده لحد زي ما قلت لكم لونها هيتغير معايا لو نزلت الرز في ليه. طب ايه رأيكم نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض بقية وصفاتنا؟ طبعا في الفاصل قلبت الفرخة على الظهر بتاعها على اساس يكون اللون عايزها واخدة لون من كل الجوانب كده. تمام، الشعرية خدت اللون اللي انا عايزه، ندي بس تقريبا بالشكل ده كده. تمام زي الفل. كده تمام، كل انا اعمله ايه، عندي المية بتاعتي ابتدي اخد المية انزلها بالشكل ده. ناقص عندي الملح مش اكتر من كده، وزي ما قلت لكم نخليها على نار هاديه، مش مستعجلين على الرز. شويه الملح كده تمام، ندي كده تقليبه، عايزه كمان معلقه واحده. رأيكم ننقل ده مكان ده ونجيب ده مكان ده ونشوف هنعمل مع بعض أحلى ملوخية ازاي. ننزل بمقادير ملوخية نشوفها مع بعض واحنا شغالين. عندي المقادير بتاعته عبارة عن ايه، انا عندي الملوخية الفريش موجودة، عندي المجمد موجود في اي سوبر ماركت، عندي نص كيلو من الملوخية طبعا متخرطة او ضربينها قبل الحلقة، عندي كمان كزبرة ناشفة، عندي مرقة، عندي سمنة، عندي توم، مش اكتر من كده. ديت مكونات الملوخية. ونبتدي نعمل مع بعض اول حاجة ناخد درجة الحرارة زي ما احنا عايزين، وبعد كده ناخد المية بتاعتنا، واهم حاجة
يعني المعيار بتاع المية ده المهم. في ناس كتير بتيجي تعمل الملوخية بتكون سايلة منهم أو بتكون صيصة، يعني ايه مش بيكون فيها عرق. أنا بالنسبة لي أهم من طعم أو تيست الملوخية، طبعا التيست بتاعها يكون جميل جدا اللي احنا نعمله، بس زي ما قلت لكم المهم عندي تكون فيها عرق. لما أجي أطلعها كده تبتدي إن هي ايه زي ما احنا متعودين ايه ناكلها في البيت. ندي تقليبة للفراخ بتاعتنا ونديها كده ايه شايفين يا جماعة اللون ابتدى يعمل معايا ازاي، ابتدى التلون معايا بالشكل الجميل ده. كل انا اعمله اقلبه الناحية التانية كده. عايز اقول لكم الزبدة عاملة شغل جميل جدا. اطلع بس ده كده ندي كده ايه نستناها بقى على الفينش بتاعها، نشوف الفينش بتاعها هيكون عامل ازاي. زي ما قلت لكم عندي الميه الدافيه بتاعتي، طبعا الكميه بتاعت الملوخيه زي ما احنا ما عايزين نزود زي ما احنا ما عايزين في البيت. عندي التومه بتاعتي ابتدي اللي انا افرمها ناعم. بالشكل ده كده لسه طبعا هنفرم اكتر من كده. طبعا هي اساسها الثوم والكزبره الناشفه، ما بتاخدش اكتر من كده يا جماعه. عندي طبعا المرقه اساسي فيها هتدينا تيست جميل جدا. ناخد كده فرمة حلوة. اقول لكم ليه بقى احنا بنفرم التوم ناعم، لان ما ينفعش اكل ملوخية والاقي حتة تومية كده تحت سنيني. هي شوية التوم دول كده كفاية زي الفل. نديها بس كمان ضربة صغيرة بالشكل ده كده. كده تمام، ده اللي انا محتاجه. احنا ادينا مية بس انا هزود شوية لان المية قليلة. ديت المية يا جماعة، وده مكعب المرقة. ننزل مكعب المرقة كده نبتدي اللي احنا ندوبه. وعندي شوية كزبرة بالشكل ده زي ما قلتلكوا هي اساسها الكزبرة مع الثوم. وعندي شوية ثوم كده تمام. نقلب ده كده مع بعض. ندي شوية مية، مش عايز المية تكتر مني لان زي ما قلتلكوا انا عايز يكون فيها عرق. وعندي الملوخية بتاعتي جاهزة بالشكل ده. طبعا في دول كتيرة الملوخية ديت مش بتعملها بالمخرطة، او في ناس بتستسهل بتعملها في الكبة، او في ناس بتعملها في الخلاط. في دول بتعملها بحاجة اسمها المفرقة. عايز اقول لكم انا جربتها في كذا دولة من الدول اللي انا سافرتها، بيكون طعمها مختلف جدا بالمفرقة اللي هما بيعملوها. بتبقى كده خشبة وفيها زي حتة كده من تحت زي حرف التي.
بيحطوا الملوخية يفضلوا يفركوا فيها كده ممكن حوالي ساعة ونص ولا ساعتين لحد ما تطلع بالشكل ده، بس سبحان الله بيكون طعمها مختلف عن اللي احنا بنعملها. حتى كده تمام زي الفل. عندي الرز نديله تقليبة، اربع خمس دقايق وممكن نطلع الرز على طول، وزي ما قلت لكم احنا بنشتغل براحتنا مش مستعجلين على حاجة. مش عايز الفرخة لونها يلون، انا محتاج اخلي المية دي تبتدي ان هي تغلي معايا. نبص على الفرخة نفسها، بصوا يا جماعة اللون عامل ازاي. كده كده انا هطلعها لكم، يعني اللي بينزل اللي بينزل من البطن ده اللي احنا شايفينه على الشاشة ديت الزبدة مع الريحان مع الكلام ده. تخيلوا بقى الصوص اللي نازل منها ده عامل ازاي. نخليها كمان يا جماعة بالظبط خمس دقايق ونطلعها جنب جنب الفراخ. عند المية هنا خلاص سخنت معايا، بس ممكن نعلي النار عليها. عايز أدي بس كده تقريبا، المية دي مش محتاجها ممكن أشيلها على أساس طبعا احنا عارفين إن الملوخية ما ينفعش إنها تتغطى، اتغطت خلاص كده راحت مني الطشة. ابتدي ان انا اجهز لها الشغل بتاعها او التومة بتاعتها. كده تمام المية غليت معايا، هعمل ايه دلوقتي؟ انزل بالملوخية بتاعتي بالشكل ده. طب ماشي ممكن نطلع عادي مفيش مشكلة. بصوا انا قلبت دلوقتي الملوخية ومش هخليها تغلي، اخليها تسخن معايا، وبعد ما تسخن معايا انا بالنسبة لي اقدر ان انا اقدمها. وعندي بقية الانجريدينت بتاع المكونات بتاعتي عبارة عن ايه، عندي السمنة مع عندي الكزبرة الناشفة بجانب التوم. ده بالنسبة لي التومة اللي احنا نعملها ليها. كده اديتها تقليبة، نخليها تهدى براحتها، نبتدي نطلع بقى الأطباق بتاعتنا. طيب ايه رأيكم نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض بقية وصفاتنا. نبتدي نقدم الرز، هنعمل حاجة كده ايه جميلة. عايز بولة صغيرة عشان نطلع الفرخة. ادي الرز بالشعرية، نخلي ده هنا كده ونروح نجيب الفرخة بتاعتنا نجيبها بس على طبق. ده اللي احنا محتاجينه، مش محتاج اكتر من كده. كل اللي انا هعمله عندي بقى البقدونس، ابتدي اجمل بيه الفرخة بتاعتي. بالشكل ده كده بأي طريقة كده عشوائية ديت الفرخة مع
الرز. نيجي هنا عندي نبتدي نعمل التوم على طول، مش عايزين ناخد وقت واحنا شغالين. ابتدي انزل هنا بشوية السمنة بتوعي، وعندي التوم وعندي الكزبرة بتاعتي. انا عندي هنا خلاص كده ابتدى الملوخية هتبتدي تاخد السوا بتاعها كامل. شايفين يا جماعة كده عاملة عرق زي ما انتم شايفين، طالما هي بتفضل ماسكة نفسها لحد الاخر ده كده اسمه العرق اللي احنا متعودين عليه. لو فصلت مني معنى كده الملوخية ما تعملتش مظبوط. يعني احنا بقى نختبر الامهات في البيت ييجوا يعملوا ملوخية، ندخل المطبخ ونمسك نعمل كده، طالما بتعمل معانا بالشكل ده اللي هي العرق يبقى كده الملوخية بتاعتها مظبوطة. لو ما عملتش الكلام ده يبقى الملوخية ما طلعتش مظبوطة. عندي خلاص السمنة بتاعتي تمام، انزل بالتومة، وعندي الكزبرة اللي هتقلب لي ريحة الاستوديو. ندي تقليبة كده وعندي الملوخية زي ما قلتلكوا جاهزة. ابتدي اشوف البول بتاعة الملوخية اللي هنقدم عليها احلى ملوخية، وعندي اطباق كمان ابتدي اقدم عليها الرز. انا بالنسبه لي الملوخيه هي اكلتي المفضله، جنبها رز بالشعريه، رز ابيض حتى لو بالعيش. ليه؟ لا ما تليش. كده تمام. طالما عندي رز كتير ممكن اعمل شوية حلوين. انا حطيت يا جماعة سمنة كتير قوي، يعني سمنة كترت مني بس مفيش مشكلة. اول لما الملوخية تبتدي تطلع كده زي ما بيقولوا البقاليل اللي فيها، اول لما تبتدي خلاص كده ابتدي ان انا ارفعها من على النار، خدي كده السوا بتاعها. انا مش هينفع ان اخلي الملوخيه تغلي، الملوخيه مش بتغلي. طبق كمان نخليه بقى بجانب الملوخيه. وادي الملوخية بالنسبة لي تمام. بصوا يا جماعة شكلها عامل ازاي. كده تمام. كده تمام. تمام. هنشرح بقى يا جماعة ديت أهم حاجة بقى في الملوخية أو اللي بتدينا طعم الجميل. تنزل كده ديت عليه من فوق، نيجي في الأخيرة بقى أنا عايز الكاميرا تبقى عليها جوه. شايفين يا جماعة عاملة ازاي؟ تمام. نشرح مع بعض عملنا ايه. زي ما احنا مش شايفين بقى الكاميرات تبقى جايبة الحاجات الجميلة بتاعتنا واحنا بنشرح مع بعض. النهاردة عملت ملوخية خضراء بالطريقة اللي احنا متعودين عليها في البيت، يعني مش طريقة جديدة ولا اي حاجة، وعملنا رز بالشعرية وعملنا كمان احلى فراخ شوية. الرز عملناه ازاي؟ عندي نص كيلو من الرز، 150 جرام من الشعريه، نزلنا
بالماده الدهنيه بتاعتنا، قلبنا الشعريه لحد ما احمرت معايا، بعد كده رحت نازل عليها بالرز، وبعد كده نزلت بشويه ملح، عندي الميه سخنه على النار، ضفت الميه سخنه خليناها على نار هاديه. ده بالنسبه للشعريه. الملوخيه حاجه تانية، الملوخيه زي ما قلت لكم متوفر دلوقتي، ملوخيه موجوده فريش، وعندي كمان المجمده، ده شغال وده شغال والاثنين احلى من بعض. طبعا احنا بنحب طبعا حاجه تكون فريش. الملوخيه عندي نص كيلو من الملوخيه، حطيت عليها اعتبر كوبايتين من الميه، كوبايتين ميه سخنين، ونزلت عليها نقول بمعلقه كبيره من الكزبره الناشفه، عندي كمان نقول 4 فصوص ثوم بعد ما نعمناهم نزلنا عليهم، كمان مع مرقه الدجاج، سيبناه لحد ما الميه غليت معايا. بعد ما الميه غليت معايا خدت نص كيلو من الملوخيه ضفناها على الميه، اثناء وهي بتبتدي تاخد السوا بتاعها انا بعلق على طول على الطشه اللي احنا بنعملها ليها، حطيت 3 معالق من السمنه او 4 معالق من السمنه، عندي ثوم وعندي كزبره، عندي خلاص الملوخيه خدت السوا بتاعها كامل. زي ما قلت لكم الملوخيه مش بتتغطى، مش بنغطي عليها ونخليها ان هي تغلي، مجرد ان هي خلاص كده بتبتدي تاخد اول درجه الحراره بتاعتها، وتبتدي نشوف ان هي ابتدت تطلع الفقاعي بتاعتها، نعرف ان السوا بتاعها كامل. وزي ما قلت لكم كميه الميه لازم تكون مناسبه مع الملوخيه، لان لو ما عملتش عرق معايا هتتاكل مش هتترمي، بس مش هتكون بنفس التست اللي احنا عملناه، فلازم كميه الميه مع كميه الملوخيه تكون مظبوطه. حطينا الملوخيه في البول بتاعتنا، وبعد كده حطينا عليها الطشه.